السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا شباب، اليوم وقتنا راح نتكلم أو نشرح عن إعدادات السفن للكنترول. طبعا ندخل في الأوبشن من قبل ما شرحنا عن النيفل سيتنج باتل. طبعا عندنا الدف تشارج اكتيفيتن تايم، طبعا هذا هو تأكيد الوقت القنابل المتفجرة والقنابل الأعماق، طبعا من 3 ثواني إلى 10 ثواني. طبعا القنابل العمق تقريبا في معظم السفن تحصلها في أمريكا أو في أي نيشن يعني، طبعا اللي هي هذه، طبعا اللي هي اسمها دث تشارج. طبعا ميزتها يعني ترميها يوم يكون عندك قارب مرة صغير وما يشاف ولا تعرف كيف يعني تقتله، يعني خاصة بعض السفن الكبار مدافعها ما تنزل، يعني خاصة إذا لصق او صار بجنب السفينة ما دافك ما بتنزل يعني، فبتعاد. فقنابل العمق هذه راح تفكك من الازمات هذه، يعني بمجرد حدث على طول تتفجر 3 ثواني، ومرة الدمج حقها مرة عالي. طبعا ندخل في تيست درايف للسفن. طبعا عندنا يقول شوتينج without alignment، طبعا اللي هو تسمح للكروب بينهم يرمون من فوق، يعني من فوق 20 ملي مدفع، يعني اسمع لهم يعني بالرماية. نعم صحيح، أنا أسمع بالرماية بأي شيء يعني. سيف ذا تايب أول فايرنج مود، طبعا هو اللي هو اقتصاده وزي ما تقول تخزين الذخيرة، يعني إنه أنا أخليهم يرمون يعني كده، يعني حتى لو تدم في الذخيرة ما عندي مشكلة يعني. طبعا ديفتل تارجت تايب أوف أول فايرنج، طبعا هذا هو راح يطلع لك في آخر الشاشة، اللي هو يوم تبدأ بالسفينة راح يكون عندك الشيء هذا اللي تحت اللي هو صورة الطيارة الوان وسام يمين. طب راح يكون عندك أول ما تبدي راح يكون عندك طيران سفينة كذا الصورة كذا. طبعا هو إنك إيش المقصد منه، إن الكرو يكونوا شغالين على السفن وعلى الطيارات، طبعا ما عدا المدافع الرئيسية اللي هي تماسكها. ما بالنسبة للمدافع الصغيرة اللي زي هذه فراح يمسكونها الكرو. طبعا انا انصحك انك تحط على طيران صيتي، يعني تحط على الطيران لان تخلي شغل الكرو كله على الطيران، فهذا راح يفكك من الازمات مره، لان الطيران في السن التقدم ترى ما ينسى يعني، واغلب اللعيبه يضربون القنابل يعني من فوق 3000 يعني مره عالي، يعني يرسبون الطيران في السن ترى يختلف عن الجراند وعن الاير. وشوف الشيء اللي زي ما قلنا الشيء اللي يناسبك يعني. طب انا احط على الطيران، شو كل بخلي الكرو على الطيران زي كذا، يكونون ايش على هدف واحد، هذا الافضل. بعد ما يخلص الطيران عادي يعني انا اقدر احول على السفن، يعني زي السفن القوارب الصغيره اللي ما تنشاف، يعني احيانا انا اكون مشغول بالاشتباك مع عدو فاخليهم على السفن، يعني اعطيهم امر بالرمايه على اي سفينه او اي قارب يكون قريب، يعني هذا زي ما قلنا شيء يعني راح يفكك من ازمات. الاوتوماتيك توربيد في فروستيل نيبل طبعا هو اللي راح يكون يوجه التوربيد اوتوماتيكلي، يعني يكون عليهم يعني اوتوماتيكلي على كده، بدل ما يكون هنا يعني يبتدي من هنا، لا شوف كده، لا انا اخليه يكون شابك على طول مع السفن، يعني حتى يمكن قريب من السفينة دي نطلق توربيد. طبعا هايلايت بروجكت فال بوينت، طبعا هذا راح يطلع لك رسومات خلف القذائف يوم تنزل في المكان المحدد، يعني المكان اللي انت رميت فيه. بعد ما تنزل على القذائف راح يكون في خط اخضر خلف القذائف، طبعا هذا الخط ما يظهر الا بعد 3 كيلو، انا حاط انه يعني الصراحه ما من اي فائده. طبعا هاي هايلايت تارجت بوينت، هذه النقطه الخضراء اللي تشوفونها هذه هي. طبعا تبغى تلغيها فهذا شيء راجع لك، انا انصحك انك تخليها زيني لان هذه راح تعطيك اعداديات او مكان موقع القذيفة يعني. طبعا بلاي بيزر ساوند وين بروجكتر هيت ذا واتر، طبعا هذه الاصوات المائية يعني زي ما تقول بعد ما تضرب القذائف المياه يطلع لك اصوات يعني زي الحياة الواقعية. طيب اوتوماتيك تارجت لوك، طبعا هو انك احيانا يوم تشتبك مع سفينتين على طول يتغير ايم الى سفينة ثانية، يعني كذا يضيع الرنج او مقياس السفينة، فانا انصحك انك تخليه نو
يعني تخلي الشيء هذا منيوم، يعني انت تتحكم فيه يعني. بولت كاميرا، طبعا هذا اللي هو انك تتبع اول من الكاميرا تتبع القذائف يعني زي كده. طبعا بعض الناس راح يعانون من هذا الشيء يعني، فانا ملغيه عندي يعني، وانصح الناس يعني يعني منه يلغيهم يعني، انه صراحة منه فايدة يعني، اذا ما بيجيب من اول شات فما بيجيبه يعني. طبعا نروح للاعدادات الكنترول للسفن. طبعا عندنا اول شيء الموفمنت، طبعا هنا سبارت انجن كنترول خله زي ما هو. طبعا هذا الكنترول، الاعدادات اللي عندي ترى كل شغلي كله على الكنترول. طبعا المين انجن هو اللي هو تحريك السفينة امامه وخلف يعني، خله زي ما هو. طبعا النيفل كيزلز سترينج اللي هو الدفة يعني تلف يمين ويسار. الهول يوم تكون السفينة على سرعة وانت حاب يعني توقف السفينة، كل عليك يعني ما ترجع الجير تحت او كذا يعني، او السم يعني بمعناه لا، بالعكس اللي هو عندي الون سنتر او الون وال 3 خلاص تكون السفينة تقف بمجرد تحط في الباب. طبعا عند الويبنري اللي هو الأسلحة، طبعا عندنا أول شيء اللي حاط عندي R2 فايرنج R2. طبعا enable the weapon selection menu، طبعا إذا أنت بتحط يعني إعدادات أو تفعيل للأسلحة عندك تحطها هنا، راح تظهر كده عندك هذه الأسلحة الثانوية والرئيسية والمدافع الرشاشات يعني للطيارة، خلها زي ما هي. طبعا الـ Select Primer Weapon اللي هو الـ2 والسهم فوق. طبعا هذه الكلمات هذه اللي هي المدافع الثلاثة، المدفع الرئيسي والثانوي والأسلحة الرشاشات للكرو. طبعا انا عندي هي ايش، الون والسهم فوق، والون عفوا التو سهم فوق، التو سهم تحت، التو سهم يسار. طبعا تلاحظون شوف المدافع المدفع اللون الاسود راح يتغير يعني، فانا الحين حطيت رشاشات، حولت انا للمدافع الثانوية الصغيرة يعني 100 ملي او 90 ملي حولت. طبعا بحول الرشاش وهذا. المناسبة إذا أنت تبي تستخدمها ضد البوتات الصغيرة فهذا شيء راجع لك. طبعا أما بالنسبة للمدافع الرئيسية الكبيرة طبعا اللي هو التو سام فوق. طبعا هنا اللي هو الرينج شوت، طبعا اللي هو إنك تفصل المدافع أو المواسير المدافع الأبراج. طبعا البعض يعاني من زي ما نقول انك يعني اذا كان عندك عدو وما تبغى تخسر الابراج كلها والمدافع كلها عليه وهو خلاص انتهى، فالناس هذه تعاني من المشكلة هذه، فانصحك انك تحط الاعداد هذا اللي هو رينج شوت. انا حاط عندي R2 وكس، طبعا اللي هو هذا اللي هو ترت رينج حاط منه. طبعا راح تلاحظ ان المدافع عندي راح ترمي على حبة حبة، ليش؟ لانه مفصل انا. طبعا وهذا شيء مفيد يعني للناس اللي بيعرفوا مكان الضربة راح تكون، فهذا شيء راح يفكك من الأزمات يعني، ما راح يستنزف الطلقات عندكم، ما راح يستنزف، لأن بعض السفن الكبار تحتاج وقت للريلود، فأنا أنصحك تخليها زي ما قلنا، حاول إنك تفصل المدافع لأنها راح تستفيد منها مرة كثير وراح تفكك من الأزمات. أوكي. أو إذا أنت حاب يعني حاب ترمي مدفع كامل يعني تورت كامل الدائرة كاملة تحط يس. شوفوا دحين الثلاث المدافع هذه اللي راح موجودة في الأمام راح ترمي تقريبا مع بعض أو سوا.
طبعا. فقلت زي ما قلت لكم حاول فصل المدافع، انها راح والله تفك ازمات. الاول كنت اعاني من هذا الشيء، يعني جميع المدافع تروح على السفينه والسفينه ما تسوى، فصراحه يعني معاناه. يعني بعد ما فصلتها خلاص يعني فكيت ازمات، وفكيت حتى من استنزاف الذخير اللي عندي. طبعا ماني اند اكسلري كالبر كاليبر شوتينج ويز وان بوتن. طبعا هذا الاعداد راح يكون عندك يس، اللي هو انك ترمي المدافع الصغيرة مع الثانوية، او المدافع الثانوية مع المدافع الرئيسية. شوفوا ذا الحين كيف ظهرت الدوائر تحت الدوائر الثلاث. شوف بدون ما اغير ال زي ما قلنا نكتر من المدافع الثانوية مع الرئيسية. بالعكس أنا حط النو، لأن الصراحة ما أشوف منها أي فايدة. مخلي المدافع الثانوية زي ما قلت للشي اللي أنا أحتاجه، زي إذا جتني طيارة أو إذا جاني قارب صغير، فأنا مخليه على الكرو. طب عند اللانش توربيد، يعني هو إنك تطلق التوربيد اللي هو عندي أنا L1 وR2. طب أنطلق التوربيد هذا هو. طب عندنا الدث تشارج اللي هي القنابل الأعماق والبريم المتفجرة اللي هو L2 R1، اللي زي ما نبهنا أول ما قطع اللي هي البريم المتفجر. طبعا يعني راح يكون عندك L2 R1. ماينز اللي هي الألغام البحرية، طبعا في سفن، بص ما هو كل السفن، في بعض السفن عندها ألغام بحرية زي السفينة الرومانية البيارا 27 تقريبا عندها ألغام بحرية اللي هو L2 وأروح. المورتر اللي هي تقريبا اللي هي اللي هي زي القنابل العملاق تقريبا، او زي ال هي تقريبا القنابل العملاق L2 وR2. الروكت اللي هي صواريخ بعض السفن عندها روكت، حط عندك L2 وR2. طبعا السموك جرانيت تقريبا ما عمري شفت سيفين عنده سموك جرانيت، يعني زي دبابات يعني، فاختيار عندي هذا نوع يعني ولا شيء. السموك سكرين اللي هي بعض السفن اللي راح يكون عندها دخان تقريبا، السفينة هذه هي موجودة ايوه اللي هو هذا، زي تقريبا بعض الدبابات عندها دخان وسموك. الاعدادات هذه بتوجل الجنر اللي هو مانيوال تارجت برايم اوف كاليبر، او هذه الشغلات انك ايش تخلي الكرو، او انك تمنع الكرو من انه يطلق على السفينه زي كذا. خلاص الحين ما بيطلقون على السفينه هذه، راح يغيرون الوجه على السفينه هذه. طيب انا راح الغيهم، راح يوجهون على السفينه الثانيه. زي ما قلنا هذه انك ايش بتعطي الامر الكرو ان عدم الرماية على السفن. طبعا نكست جيل الصراحة هذه ما ادري وش ميزاتها، لكن يعني زي ما هي عندي انا فاضي، يعني الصراحة ما ادري وش معناتها، لكن نكست جيل يعني طيب ما ادري. طيب نيجي الكنترول، الكاميرا كنترول. طبعا اللي اي مود اللي هو سنايب حق السفينة، طبعا هذا هو معروف مثلث عندي. طبعا تارجت تراكنج ليفل، طبعا انا ملغي هذا. اول كان تقريبا L2 اللي هو تتبع على طول يعني كذا، فانا ملغيه يعني صار عندي يسبب لي بعض الاحيان مشاكل. تارجت بوينت اللي هو نقطة على نفس اللي قبل شوي، يعني اللي هو تارجت تراكنج، فانا مخليه فاضي يعني. توجو رايدار سيرتج اون اوف، طبعا ننتقل للسفر اللي عندها رادار. عندنا وش توجلت رادار سيرش رونر، نفس الدبابات تقريبا، نفس عدد الدبابات ما في اي اختلاف، اللي هو انك تشغل رادار او تطفي. يعني الصراحة يعني الاعلى بيار في السفن هو 6-7، تقريبا ما في طيارة عندها رادار يكشف السفن اللي عندها رادار، فالصراحة خلى زي ما هو، لان الرادار راح يكون شغال عندك دايركت على طول، يعني ما يحتاج تطلع دار. تشينج رادار سكوب اللي هو دائرة الرادار اللي هو تصغرها وتكبرها، هذا الصراحة ما منها أي فايدة، خلى زي ما هو الإعداد. الإعداد أنت حاب يعني تصغر كذا يعني
هذا شيء رجل سلكت رادار تارجت تارجت اللوكال. طبعا هو انك تفعل لوك يعني لرادار تدي الامر للتفعيل، هذا صراحة خلى زي ما هو لانه ما من اي فايدة. اللي من فايدة اللي هو لوك رادار تارجت وان، طبعا اللي هو تمسك الرادار على الطيارة. انا مخلي عندي سامبول نفس الدبابات عشان ما اضيع واغلط بين الاعدادات. طبعا الهورزنت رادار رادار وفرتك رادار الصراحة هذه ما اشوف منها فايدة، وهي يعني من الاساس هي كذا يعني لو منها فايدة حط الاعدادات، لكن هي تقريبا اللي هو انك توجه الهورزن للرادار او تغير الدفة او الرادار للشكل، صراحة انا ما اشوف منها فايدة، خلها زي ما هي الاعدادات هذه. عندنا الفيو ان باتل نيفل اكسس اللي هو تغيير الكاميرا. طبعا عندي سامتا تو ار 3 طبعا اللي هو الرؤية الكاميرا. طبعا انت ام في 3 اللي هو انك تعكس بين الازرار ال ال 3 وال ار 3 خلها الشيبنج شيب ايمنج. طبعا هذا اللي هو اللي هو شو اسمه مثلا اللي هو تحريك الايم حق يعني حق الماوس، يعني راح يكون عندك جاهزة اوريدي، يعني بعض الاعدادات راح تكون عندك جاهزة وبعضها لا تحتاج انك تفعلها زي اللوك تارجت. يعني طبعا الكنترول ايم اكزلريشن اللي هو انك راح يكون عندك بطيء ومتلف في الايم، شوف زي كذا يعني راح يكون سريع شوف هذا الايم اكزلريشن. طبعا راح احط الصفر الايم اكزلريشن دي، طبعا راح يكون عندك مره يعني تبغى سريع او تبغى بطيء او تبغى يعني هذا شيء راجع له زي ما قلنا اللي هو هذا راح يكون مره بطيء. طبعا مخلي عندي 50. طبعا الماوس ويل عندي انا حاطه ديسين كوركشن اللي حاطه على نفس نقطة التصويب، لانه ما ادري احس انه يعني تجيب لي شوية دقة في التصويب. طبعا اول كان عندي تقريبا زوم اكسس انا حاط عندي ديسين ديسيستن كوركشن، ما ادري احس له علاقة في دقة التصويب. طبعا الماوس ويل اللي هو بلتر اللي هو الدائرة لو الماوس ويل. طبعا هذه تتعلق بالايم ماوس يعني كله يعني عن الايم ماوس للسفن. طبعا المسولينس اللي هو عن الذخائر وعن حاجات يعني زي اول شيء عندك سلكت فيرست تايب اوف ذا شيل، طبعا عندي هنا سامبل سلكت ذا سكند تايب اوف ذا شيل عندي سهم تحت زي ما قلنا هذه كلها عن الطبقات. الالتري سترايك والستوينك او الطفاية فاير او الريبير او ريبير ذا بريتش او تاون كابل او هذه عموما راح تحصل في الايفنت سلكشن ويندو اللي هو ار 1 عندي. نجي للمنيول ايم كوركشن، طبعا هذا هو تصحيح المقياس، يعني شوف كذا ارجع ثاني مره يرجع ثاني مره يقيس المسافه. طبعا انا مخلي اوتوماتيك اللي هو اوريدي اوتوماتيك اساسا جاهز يعني. طبعا نجي لعند الديسيستن كوركشن اللي هو عندي انا الار 3 بوتن فوق وتحت. طبعا البعض راح يعاني من البعض من دقه
التصويب في السفن، هذا راح يفكك. طبعا تشوف النقطة الخضراء الموجودة عندي هذه، شوف كيف انزلها انا. طبعا الاعداد هذا له علاقة بالنقطة الخضراء هذه اللي تتحرك، اللي حاطها حرف المدافع الى ما تكون على 3 يعني، من دون ما ارفع الايم ومن دون ما اعاني يعني. بعض الناس تعاني من هالمشكلة هذه يعني، من عدم الدقة يعني. شوفوا لين ما يستوي عليه، لين ما يستوي على الهدف، بعد خلاص اضرب، لان مهما كان في مشكلة في الايم في السفن تقريبا، ما احيانا ما يضرب لك المكان الصح يعني، فلازم تحط الاعداد هذا اللي هو رفع المدفع وانزاله يعني. طبعا هذا ديسينس كوركشن، نفس ما قلنا ترد المدافع او ترجعها زي ما هي، فانت خلي زي ما هو كذا. طبعا ريد دومينيون فيتشر اللي هو اللي هو الدفة في السفينة، اللي هو دفة السفينة يعني تلف يمين ويسار. طبعا الايفنت اكشن اللي هو عندي سامفوك، الايفنت اكشن عندي سامفوك ما ادري ايش معناتها، لكن اظن لها علاقه بال الايفنت سيلكشن منيو تقريبا، لان اوريدي عندي سامفوك فما بغير منه شيء. طبعا سير فالنس ايركرافت كابيتال اكشن لانش، طبعا هذا السفن اللي تحمل الطائرات يعني، تبي تفعلها يعني. طبعا هي راح تكون اساسا فعل اوريدي يعني عندك يعني في المنيو فاكشن، راح تحصل على طول اوريدي يعني، كل الاغراض موجودة عندي، فما بحط لها اعدادات يعني، وبعدين اتوهق بالاعدادات يعني. زي ما قلت هذه اعدادات الكنترول، فاليد اللي يلا تتحمل عندي. ويابو هذا اليوم اللي عندي، واتمنى ما قصرت في اي شيء. طبعا اللي عنده اي استفسار او اي شيء اكتب في الكومنت، واتمنى ما قصرت في شيء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.